بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب تالتة ثانوي، ده واجب الملزمة رقم 14 بتاعة التيمبورال بروبوزيسيون الحروف الجارية الزمنية. كان عندنا واجب أولاد على جزئين، جزء على الجراماتيك القواعد وجزء على الألتاكسيون اللي هي المواقف اليومية. جزء القواعد كان الواجب بتاعه في صفحة 39، فهنبدأ كده مع بعض في صفحة 39. أول سؤال: فان بيجين تو دير فيلم، متى يبدأ الفيلم؟ طبعا احنا اتفقنا المجموعه دي في حلها مش محتاج ترجمه، بنشتغل على الاستعمال والاستخدام بتاع الحرف. فانا عندي هنا مثلا اخت سين اور، دي ساعه، فطبعا الساعه تاخد ام على طول، دي ما فيهاش كلام. تمام، يبقى اول ما الاقي بعد القوس في ساعه، فعلى طول يا اولاد بروح واخد ايه؟ اروح واخد ام، اللي هي هتبقى تاني اختيار. طيب الاختيار اللي بعده نخم الطاج، دي من احد اي اجزاء اليوم، فتاخد ام. اللي بعده ام بيسال عنها بفن، هما كلهم بيسال عنهم بفن، فان هاز دو سايت، متى لديك وقت. اللي بعدها ابن، دي بتاخد ام. يار بتاخد ام. هالب زيكس يعني الساعه 5:30، فدي ساعه تاخد ام. ميت فوخ يوم الاربع، احنا قلنا كل الايام اخرها طاج ما عدا يوم الاربع اللي هو ميت فوخ، هتبقى ام برضو احد الايام. يانوار شهر يناير والشهور بتاخد ام. مورجن الصباح جزء من اجزاء اليوم يجي معاه ام. فيرت الفور اخت يعني 8 الا ربع، و8 الا ربع دي ساعه، والساعه تاخد ام. زمر الصيف ياخد ام. هنا ام، فهاخد حاجه من الحاجات اللي بيجي معاها ام، زي مثلا بوخن اند، لان زمر ام زمر ام ماي ام زيبت سين اور. هل بيغس فيرين، فيرين اجازه، واتفقنا كلمه اجازه فيرين زمر فيرين. هل بيارس فيرين، كل ده يجي معاه اندن، واحنا حتى كنا عرفنا السبب انها جمع. نخت الليل ياخد اندير، هو وثلاث كلمات، نخت وفوخه وفرايت سايد، هما الثلاثه بياخدوا اندير. اللي بعدها على طول هنا في فن، وطالما في فن فهكمل ببس. رقم 16 ان دير هتاخد فرايت سايت، لان زومر بتاخد ام، زونتاج ام، مورجن ام. دوناغستاج يوم الخميس ياخد ام. الصفحه اللي بعدها صفحه 40 لانجي، السؤال اسمه في لانجي، فانا هاخد في عشان اكملها في لانجي. هنا سؤال طويل مش محتاج قراية السؤال، ام بيجي بعدها ساعة، تبقى ام اخت، واحنا اتفقنا لما الاقي رقم زي ده مكتوب ده يبقى ساعة، لان ابن دي تاخد ام، التاج تاخد ام، نخت تاخد اندير. طب ايه معنى السؤالين الجملة الكبيرة دي؟ هير فيرنر بندع عليه، اشماخ ام زامستاج ايني بارتي، انا هعمل يوم السبت حفلة، كومن زي او ختيجي، قال له ايوه، فان قال له ام اخت في الثامنة. دريت النوفمبر ده تاريخ اوله يوم، يبقى ام، لان هنا بتعامل مع يوم 3، و3 نوفمبر ده يوم والايام تاخد ام. مجموعه سهله جدا في حلها. المجموعه الثانيه واحد زمر فيرين، كلمه فيرين لسه قايلين تاخد اندن. ام ليها سؤالين، يا فان يا ام في فيل اور، هنا انا كاتب ام يبقى في فيل اور. رقم 3 ماين برودر هات اينن انتنسيف كورس صفاي اور الساعة الثانية بس، طالما فيها بس يبقى ابدأ بفن. فوخي تاخد اندير. فينتر الشتاء ياخد ام. مونتاج يوم الاثنين ياخد ام. زونتاج يوم الحد ياخد ام. سنة تاخد ام. اومتسين اور، واتفقنا اومتسين اور ما بتتجمعش، ما تبقاش اورن، لان اورن دي معناها ساعات يد لو اتجمعت يعني. هنا تسفلف اور الساعة 12 تبقى ام. اندن يبقى تيجي مع كلمة فيرين، طبعا اندن فيرين. هنا انا بتعلم بذاكر كل يوم، طبعا ام اور عشان دي تبقى صح لازم يبقى فيه رقم، يبقى دي غلط، مفيش حاجة اسمها ام اور، في حاجة اسمها ام زيبن اور.
وام ما تجيش مع الساعه وام ما تجيش مع الساعه فهتبقى تاني واحده من 18 حتى 22 قور. زي بنقور هنا هتاخد ام، ام دي هيتسال عنها بام في في القور كامله. طبعا في في القور تبقى صح لو ما فيش ام في الاجابه، وفيش بيت تبقى صح لو ما فيش ام في الاجابه، وفو مش بتاعتنا اصلا هنا دونر ستاج لخم الطاج معناها خميس بعد الظهر، احد اجزاء اليوم تاخد ام. طبعا هنا لما اجي هنا هلاقي ام تكمل بفي فيل اور، في فيل واحده منهم 17 هيربست شهر فصل الخريف ياخد ام، لان الفصول كلها بتاخد ام. فوخن اند نهايه الاسبوع دايما تاخد ام، اللي بعدها ام تاخد سفاي في الثانيه، فرولينج فصل الربيع ياخد ام، لان كل الفصول والشهور بتاخد ام. مجموعه سهله في الحل بتاعها لانها لا تعتمد لا على ادوات ولا على ترجمه، هي تعتمد زي ما انا حليت على الكلمه اللي بعد القوس، وحسب الزمن باخد الحرف. ساعه تبقى ام، ام بتيجي مع اربع حاجات، يوم جزء من اليوم نهايه الاسبوع، تاريخ بدايته يوم. ام بتيجي مع ثلاث حاجات، شهور فصول كلمه يار، ثلاث كلمات ياخدوا اندير، نخت فوخي فرايت سايت، اي كلمه اخرها فيغين تاخد اندن، كلمه فن بتكمل ببس وبس اولها فن من غير ترجمه. طيب المجموعه اللي بعدها دي بقى اللي فيها شغل جامد، اللي هي فيها يا شباب، اللي هي فيها زايت وفور وفير. طبعا اتفقنا لما هنيجي نحل ان انا عندي اكتر من فكره هنراجع عليهم واحنا شغالين. اول واحده السؤال طالما بزايد فان تبقى الاجابه بزايد، يبقى الحل زايد. تاني واحده السؤال طالما بفان يبقى الحل فور. هنا اينن ده اكوزاتيف يبقى الحل فير، واتفقنا وركز معايا. لما يقول لي اختار زايت ولا فور ولا فير حسب الارتيكل اللي بعدها الاداه، لو الاداه اكوزاتيف باخد فير اللي بالاف، لو الاداه ده الاداه لطيف بسيب فير وباخد يا زايت ويا فور، زايت في المضارع وفور في الماضي. طب لو هو قال لي اختار اداه خلاص يبقى لو في فير اللي بالاف اخد اكوزاتيف، لو مفيش دي اخد لطيف مع زايت وفور. وادوات الاستفهام واضحه، فور بفان، زايد بزايد فان او في لانج، وفير بفير في لانج. هنا لطيف تبقى فير غلط، مضارع تبقى زايد. هنا دراي موناتن طالما الجمع خد ان يبقى لطيف، تبقى دي غلط. الجمله هنا فيها جي كومن ماضي، يبقى لطيف مع ماضي يبقى الحل فور. هنا شتوند اداتها دي مع زايت اللي بتعمل لطيف يبقى الحل اينر. هنا فور وهنا يارن، طالما يارن دي جمع يبقى الحل عدد تبقى زكس. تمانية فوخي اداتها دي وفي هنا فور، يبقى فور بيعمل لطيف مع الدي تبقى اينر. فير بتعمل اكوزاتيف، مناط اداتها دير مع الاكوزاتيف تبقى اينن. اين ميار تبقى لطيف تبقى فير غلط. هابي يملك تبقى مضارع تبقى زايت هي اللي صح. خلي بالكوا احنا قلنا تاني هابي او هابن وزاين مضارع، لو جه معاهم في الاخر تصريف تالت ده يبقى ماضي. 11 فوخي آلاتها دي، طبعا اللي آلاته دي ما ينفعش يبقى اينن. هنا مخت ده مضارع تبقى زايد او فور، لا فور غلط لان فور ما تجيش مع المضارع، تبقى زايت ودي تبقى زايت اينر. هنا السؤال عليها زايت فان، انا كتبت زايت عشان انت تاخد فان. فير بتعمل اكوزاتيف، تاج اداتها دير في الاكوزاتيف تبقى اينن.
14 هات ريزيرفيرت معناها حجز، فالجملة دي ماضي تبقى دي غلط. حجز حجرة دراي نيش جمع نخت، والجمع طالما ما خدش ان زيادة يبقى جمع اكوزاتيف تبقى فير، ودي معناها لمدة 3 ليالي. في لانجي يبقى الاجابة زايد، مونات مع زايد يبقى ضطيف، هي ادتها دير تبقى دم، دم تبقى اينم. هنا زفايارن جمع خد ان زيادة تبقى ضطيف، وده ماضي والضطيف مع الماضي الحل يبقى فور. رقم 18 زايت سفاي، سفاي عايزة جمع، اشطب المفرد. زايت عايزة ضطيف، جمع مع ضطيف، الجمع المجرور بياخد ان زيادة، يبقى ما قداميش غير زمستر، دي جمع بس ما فيهوش ان زيادة، ودي جمع ما فيهوش ان زيادة. فيرت سفاي، طالما تسفاي يبقى جمع، وفير اكوزاتيف يبقى جمع عادي بدون اضافات. اولا فوخي جمع، لا فوخي مفرد، يار جمع تبقى يار ما تمشيش. طب فيرت سفاي موناتي، اه موناتي صح، لان ده جمع ايه عادي. وعلى فكرة هنا في غلطة، فوخن تمشي لان فوخن برضو جمع عادي، يبقى دي ودي صح ودي غلطة مننا احنا في الكتاب. رقم 20 تاني يا اولاد الجملة دي، فير عايزة جمع عادي، فوخن جمع خد ان، اه بس ان دي عادية ما تعتبرش زيادة، وفي ناس فاهمة انها تعتبر زيادة برضو. ومونات جمعها موناتي فما خدتش ان، هنا فوخي قالتها دي، فير اكوزاتيف الدي في الاكوزاتيف تبقى ايني. طيب اللي بعدها هنا ايني يبقى اكوزاتيف تبقى فير، تمام. اللي بعدها مونات اداته دير، فور بتعمل ضطيف مع الدير تبقى اينم، اين ميار تبقى ضطيف، تبقى فير اللي بالاف غلط. طيب هنا الجملة است مضارع لان معاش تصريف ثالث تبقى زايت. رقم 4 زايت بيسأل عنها بزايت فان او في لانجي، ما لقيتش غير في لانجي تبقى هي اللي صح. 5 السؤال بفان يبقى الاجابة بفور. 6 ايني اكوزاتيف تبقى فيرو ما عنديش غيرها، اينر ضطيف يبقى فيرو غلط، يبقى يا زايت يا فور. فعل فارتي ينتظر مش كان، تبقى زايت لانه مضارع. فور بتعمل ضطيف تبقى اينن غلط، طاجن جمع يبقى عدد يبقى تسين. ماركوس اربايتت يعمل، الجملة دي كانت في الملزمة، منذ زايت فيعمل منذ منتصف يونيو. زايت سؤالها بفي مع لانجي عشان تكمل في لانجي. هنا بقى شتوديرت يدرس دي مضارع، وطالما مضارع يبقى فور غلط، تمام تمام. زمستر دي قالتها داس يبقى اينر غلط، والداس ما تنفعش تبقى اينن، يبقى هي زايت اينن. هات بيجونن ده ماضي، سين مينوتن. طيب بالراحة كده، متى تبدأ المباراة؟ هي بدأت لمدة 10 دقايق ولا منذ؟ لا منذ تبقى فور. واحد يقول لي ايه طب ما مينوتن دي جمع عادي وضطيف، اقول له اه بس المعنى غلط، مش هينفع بدأت لمدة 10 دقايق. رقم 14 فير زكس، في شرطين، 6 يبقى عايز جمع يبقى اشطب المفرد، فير عايز جمع طبيعي يبقى مناطي لان ده واخد ان زيادة. بالراحة كده رقم 15 يار اداتها دس وده مفرد، فلو جيت اشتغل هلاقي دي غلط لان ده جمع عدد،
والدس ما تبقاش اينن. يبقى الحل يا دي يا دي. اقول له است مضارع تبقى زايد اينن. اين دي مضارع. اين دي اكوزاتيف. اكوزاتيف تبقى فير. في لانج بتبدا بفير ويبقى السؤال فير في لانج كم المده، لمده قد ايه اللي هو السؤال على فير. زايد زكس هنا في شرطين، زكس يبقى عايزه جمع اشطب المفرد، وزايد عايزه لطيف يعني جمع فيه ان زياده، ما عنديش غير دي اللي هي فخن. 19 فينف طاجي، فينف عدد جه بعديه طاجي جمع، بس جمع ما خدش ان زياده يبقى اكوزاتيف تبقى فير. اخر واحده زايد هالبن يار، يار ادتها دس تحول الى دم بعد زايد في الضطيف تبقى اينم. هالبن دي صفه ملناش دعوه بيها. كده خلص الواجب والمجموعه دي مش لذيذه. هنروح بعد كده للواجب بقى الباشا بتاع المواقف اللي كان في صفحه 142 142 144 ل 146 المواقف بتاعه درس 11. المواقف بتاع الدرس 11 يا اولاد من المواقف المهمه جدا في المنهج اللي لازم تيجي في الامتحان، وتقريبا انا قلت لكم في الحصه ان جه منها تقريبا اربع درجات في امتحان 2023 دور تاني، جه منها سؤالين بدرجتين وسؤال بدرجتين. نبدا بسم الله. والمواقف ما هو الا سؤال ترجمه، بس يا رب تكونوا انتوا ذاكرتوا المواقف كويس. واحد، صاحبك عنده اورلاوب اجازه، كمل السؤال، اساله على فارت سيل يعني اتجاه السفر اللي بسال بفوهن. طيب السؤال بقى هنا فوهن الى اين تسافر، يبقى الحل رقم بي. اتنين، انت في محطه القطار وعاوز تسال على تسايت ابفارت تسايت وقت السفر. طبعا طالما وقت يبقى ما ينفعش فيه لانج كامل مده، وطالما وقت ما ينفعش على اي رصيف يقف القطار. فالسؤال هنا متى ولا في اي ساعة؟ اقراهم بقى. في اي ساعة ينطلق الاتوبيس دي الغلطة، لان هو قال هنا بانهوف محطة القطار، يبقى هنا هي اللي صح رقم سي اللي بتقول متى ينطلق القطار. تلاتة، صاحبك هات اينرايز جيمخت، ركز في الجملة دي فيها فكرة، الجملة دي ماضي، فصاحبك عمل رحلة. طبعا اللي عمل رحلة ما قلوش استمتع لانه رجع، ما قلوش رحله سعيده لانه رجع، ما قلوش وقت جميل لانه رجع، انما اقول له في فار از دورت كيف كان الوضع هناك، يبقى الحل هنا دي. رقم أربعة، تو انت فورت، انت بتجاوب ال اتش. طالما انا قلت ال اتش ايوه يبقى ده بسال على رقم رحله الطائره اللي هي اول واحده اللي فيها فلوج نمر. خمسة، يبقى الحل هنا ايه؟ انت بتقول معذرة انا ابحث عن محطة القطار الرئيسية، هذا يعني ان انت تعرف الطريق غلط وإلا ما كنت سألت، ان انت تنتظر شخص في المحطة غلط، ان انت عاوز تذهب الى المحطة صح، طب انت جيكومن اتيت من المحطة غلط. ده اسلوب مشهور جدا في الامتحان، معناه ايه؟ بدي لك فوق جملة تختار اللي يساويها تحت، يبقى الحل هنا سي. رقم ستة، هين اوند تسيرك، ذهاب وعودة، متى تقول ذلك؟ لما تشتري تذكرة مسرح غلط، لما تحتاج تذكرة اين فخ ذهاب فقط غلط، لما تحتاج روك فار كارت يعني تذكرة عودة، ولا تحتاج فقط هين فارت ذهاب، لا تذكرة عودة. وانا لما اقول له ذهاب وعودة يبقى التذكرة دي تنفع للذهاب ولا عودة، يبقى انا فعلا محتاج عودة. سبعة، تحتاج فلوج او سكونفت، فيها كلمتين استعلام عن الطيران، ايه السؤال المناسب؟ لازم السؤال يبقى فيه طيارة، فهنا متى يقلع القطار غلط عشان قطر، هل الطائرة بتاعت اكرا لديها فريش بيتونج صح، لان ده استعلام وطياره، وطياره يعني ماشينه. طب هنا في اتوبيس يبقى ما يلزمنيش، هنا في او دي يعني او بان اللي هو المترو ما يلزمنيش، فطالما فلوج يبقى لازم طيران. رقم 8، سائح يسالك
فو أين؟ يحصل المرأة على خريطة للمدينة. على طول احتنى قايل له اذهب إلى تورست انفورماسيون، مكتب استعلامات السياح. طب ليه هنا دي غلط؟ مكتب السياح. ليه اللي جنبها غلط؟ دي مكان التذاكر ما فيهاش خريطة للمدينة. صيدلية ما فيهاش الكلام ده. فندق بيرو مكتب المفقودات ده لما يقول لك أنا حاجتي ضاعت. تسعة في مول مصر، شخص يسألك عن أوزجانج مكان الخروج المخرج، فأنت هتقول له ده دريبن في تلك الناحية. رقم عشرة، العنوان بيقول في المطار. مارك بيقول أنا محتاج استعلام، تقدر هيلفن تساعدني؟ طب الراجل هيرد عليا يقول لي ايه؟ هيقول لي اذهب الى مطعم تيكاوي. غلط، هذا تجده في محطة القطار. ازاي وانا في المطار؟ انا محتاج مش محتاج، لا هي هتبقى دي اللي هي اذهب الى مكتب استعلامات السياح. والسؤال رقم 10 ده شبه رقم 8 جدا، يبقى الحل هنا يبقى رقم ايه؟ شوف بقى انت جبت كام من 10، ودي نفسك درجة في المجموعة دي. نروح للمجموعة التانية، أوفدرش راسي في الشارع. السؤال بيقول كيف أصل أنا إلى محطة القطار توتمير لايد؟ آسف، آسف يبقى ما يعرفش. فآسف أنا أذهب إلى هناك ولا آسف اذهب على طول؟ طب إزاي آسف واذهب على طول؟ طب آسف أنا عارف الطريق ولا آسف أنا أيضا فريند غريب؟ لا آسف أنا أيضا غريب هنا. طب أنا لو شلت كلمة آسف تنفع رقم A ورقم B ورقم C؟ فكرة إن أنا قلت توت مي لايد معذرة، يبقى أنا هقول إني مش عارف. طب المجموعة التانية، أختنج تنبيه تحذير. أين دورش زاجي بيان من الإذاعة الداخلية طيارة 331 أنكومن هتوصل الساعة 6. فو أين تسمع ذلك؟ طالما فيها ال اتش وفلوج طيران يبقى مطار، يبقى أول واحد. ثلاثة، أندربوس هل تشتلي في محطة الأتوبيس؟ خلي بالك أنا بدي لك عنوان عشان أحيانا هو بيسهل الحل. إيه في محطة الأتوبيس؟ متى يسافر وينطلق أتوبيس برلين؟ فالموظف هيقول لك إيه؟ الاب فلوج الساعة 8، الاقلاع بتاع الطيارة غلط. سي انكم في موعد الوصول غلط، لانها بسأل على الطيارة. يبقى بي اب فارت اللي هو ايه بقى؟ موعد الاقلاع بتاع الاتوبيس الساعة 8. طب ليه دي غلط؟ قال لي لا الاتوبيس نيشت مش هيسافر مش هيطلع. رقم 4، كبت اس هير يوجد هنا، امبس مطعم تيك اواي ولا لازم اذهب دراوسن للخارج؟ الجملة دي شبه اللي جت السنة اللي فاتت. يبقى انت في المحطة وعاوز اكيد اتفاز اسن، يعني تأكل شيء ما، وإلا ما كنت سألت على امبس مطعم تيكاوي. رقم 5، ناين، لأ زي ايست فايد فيج، انها الطريق بعيد. نم خد تاكسي. يبقى حد سألك، هختار الإجابة الأولى الأول، الإجابة الصح، وبعدين نترجم الباقي. حد سألني كان أستطيع أن أذهب إلى البنك تسوفوس، فحد بيقول لي أقدر أروح البنك ماشي، فأنا قلت له لا بعيد خد تاكسي. طب إيه بقى الأسئلة التانية؟ كيف أستطيع؟ دي غلط، لأن هو قال ناين، وناين لازم سؤال بادئ بفيرب. يوجد هنا تويلت، هقول له خد تاكسي للتويلت. طب هل المكتبة بعيدة؟ يقول لي لا بعيدة. غلط، يبقى ده السؤال اللي يمشي مع الإجابة دي. رقم 6، شخص بيسأل كيف أصل إلى الصيدلية اللي اسمها لوفن، ماذا تقول له؟ هتقول له إيه؟ امشي على طول. طبعا بي مش هتنفع، لأن أنت مش هتقول له أنا عايز أدوية، ده هو اللي يقول. ودي غلط، لأن مش هتقول أنا بدرس طب. وسي غلط، لأنك مش هتقول أنا مش غريب. خلي بالك الجملة هنا فيها نشت منفية، عارف لو دي ما فيهاش نشت تنفع. هقول له أنا غريب هنا فما أعرفش. 7، أنتون بيقول حاجة لهير جوميز، بيقول له الطيارة بتاعت روما
هتتأخر 10 دقايق، هل هذا صحيح؟ قال له بالظبط، حضرتك فهمت دور شيزاجي البيان من الإذاعة. يعني بيقول له انت فهمت صح، هي فعلا الطيارة تأخر 15 دقيقة. ماذا تفهم؟ واحدة، الطيارة ليس لديها تأخير ودي غلط لأنها منفية. الطيارة تكون حقا بنكت ليش منضبطة في الميعاد، غلط دي هتتأخر. أنتون لازم فرتلشتوند ربع ساعة فارتن ينتظر، أيوة صح، حتى تقلع الطائرة. طبعا دي بيقولك أنتون هاد داس فلوجتسوي فيرباست، فيرباست دي يعني فاتته الطيارة، لا ده هو لسه في 15 دقيقة تأخير. يبقى الحل رقم سي. 8، انت في المطار وعاوز تعرف ترمين موعد أبفلوج الإقلاع، فالسؤال هيبقى متى مش كم المدة، وهيبقى متى تقلع الطائرة اللي هو تقريبا رقم سي، متى تقلع طائرة برلين. إنما دي متى تهبط الطائرة، ولاند تهبط غلط، هو قالك أبفلوج الإقلاع، وهنا متى تصل، أنا مش عايز موعد الوصول أنا عايز موعد الإقلاع، فأنسب جملة تبقى رقم سي. 9، بيتي بعد إذنك هل يوجد تخفيض للشباب؟ قلتها في الحصة بين قوسين اكتب عند شراء تذاكر السفر، يبقى انت في الشباك وعاوز تشتري فار كارت تذكرة سفر، مش عايز عيش، مش عايز امتعة، مش بتسأل عن الطريق. 10، في محطة القطار، ركز في الجملة دي كويس لانها مهمة جدا. في محطة القطار حد بيقول اختم تنبيه او تحذير، دور شيزاجي بيان من الإذاعة الداخلية، بيتي لو سمحتوا اليوم جبت إسكاينين، لا يوجد قطار مباشر إلى مدينة أولم، مفيش قطر رايح مباشر للمدينة دي، فلازم تاخدوا وصلة تانية، مواصلة تانية من شتوتغارت. فهمت إيه؟ فهمت إن هم هيعملوا تغيير للمواصلة في شتوتغارت، اللي هي فين؟ اللي هي دي اللي فيها أومشتايجن في شتوتغارت، وإحنا ربطنا زمان أنشلوس بأومشتايجن، وقلنا انه هيعمل أومشتايجن في المكان اللي هياخد منه الوصلة التانية اللي هي شتود. يعني رقم ايه غلط ليه؟ عشان هو يعمل تبديل للمواصلة بس مش في أولم. دي جملة عايزة واحد فاهم كويس، جملة دي مهمة. 3، داين فرويند صاحبك مسافر الى العمل فاسأله على المواصلات، فالسؤال على المواصلات بفي، كيف تذهب الى العمل؟ يبقى رقم سي. المجموعة التالتة السؤال رقم 2، بتسأل صاحبك في المحطة على موعد الوصول بتاع القطر، يبقى متى يصل القطار اللي هي رقم بي. طب ليه الأولى غلط فيها أوتوبيس وهو قالك في محطة القطار؟ طيب 3، في الشارع بيسألك مارك بيسأل رجل لو سمحت في فايت، حط خط على في فايت، دي معناها كم المسافة الى جوتا بلاتس ميدان جوتا. فهمت ايه؟ فهمت ان مارك جاي من ميدان جوتا عائدا، غلط. فهمت ان مارك في جوتا بلاتس ومنتظر صاحبه، غلط. فهمت ان مارك عاوز يذهب ويسأل عن المسافة، صح. ليه بقى؟ لانه قال له في فايت كم المسافة، يبقى رقم سي هي اللي صح. 4، فرانك بيقول سؤال اجابته في مخبز شميدت، يبقى أين يستطيع المرء أن يحصل على خبز وكايزر؟ أيوة دي صح. إنما أين يأكل المرء؟ لأ، لأن المخبز ما فيهوش أكل. أين يحصل المرء على أدوية؟ دي في الصيدلية. أين يكون المخبز؟ يقول له في شارع كذا، ما يقولوش في المخبز. 5، أنت واقف على شباك التذاكر ومحتاج تذكرة ولكن لا تعرف برايس، برايس يعني السعر، ماذا تقول؟ يبقى تسأل عن السعر. بص بقى، بفي توير كم سعر؟ او فاس كوستت كم سعر؟ بس هنا كاتب ايه بقى؟ فلوك تيكت، تذكرة طيران، وهو قال فار كارت، يبقى دي غلط، اخد فار كارت، يبقى رقم ايه؟ 6، في الشارع عاوز نينا تشتري بلومن، عايزة تشتري ورد، قابلت سيدة وبتسألها اين اجد انا محل ورد، قالت لها زي است دريبن، دريبن يعني في تلك الناحية، تمشي تمشي، وهقول لك غلط ليه كمان شوية، هتقول لها فيرفين
لمن يكون الورد؟ لا دي مالكيش دعوة بيه، كلنا عارفين الورد لمين. اللي بعدها إيرست أم دي إيكي عن ناصية، صح. طب في محل الورد غلط إزاي؟ بقولها فين المحل تقولي في محل. هنا بقى الفكرة في الأداة، محل الورد ده أداة دير، فاللي أداة دير ما ينفعش أتكلم عنه بزي حلوة، أتكلم عنه بإير. سؤال ده للشطار، اللي أداة دير بيتكلم عنه بإير، واللي أداة دي بيتكلم عنه بزي. رقم 7، الموظف بيقول لك على رصيف رقم 3، يبقى أنت سألت إيه؟ سألت كم مرة غلط، كيف يسافر غلط، متى غلط، أين يقف قطار مدينة كسل. الجملة دي يا أولاد افتح امتحان 2023 دور الثاني بالحرف هتلاقي دي، بس أوف جلايس 13، والحل كان فوش تقدر تسوق ناخ مدينة كذا، دي ثانوية عامة السنة اللي فاتت. رقم 8، انت سوم إرست مالي أول مرة في القاهرة وعاوز تذهب إلى كايرو تورم، وانت بتسأل في الشارع اسأل على فيج. بص شايفين الجملة دي، أنا عملت السؤال كده، شديت السؤال عشان أخوفك، إنما هو السؤال بيقولك اسأل عن الطريق، والسؤال عن الطريق بكيف أصل إلى المطار، شكرا اللي هي دي. طبعا السؤال على الطريق مش بمتى ولا بكيف تجد ولا في هوخ كم ارتفاع، إنما معذرة كيف أصل أنا من هنا إلى برج القاهرة، يعني الفكرة كلها في كلمة فيج، بس هو أنا مطول عشان أخوفك. 9، بقولها يأتينا بتقول لي لارا أنا لازم أذهب إلى البنك، أقدر أروح سوفوس؟ هتلاقي لا أخدي تاكس. ده معناه إن البنك إندرنيه غلط قريب، ولا البنك جشلوسن قافل، ولا البنك نيشت فايت ليس بعيد، ولا البيت لا فايت يا حبيبي، فايت دي معناها بعيد، عشان كده هتلاقي أخدي تاكس. 10، على شباك التذاكر هانز بيقول للموظف، وبيأمتر دي يعني موظف، لو سمحت أنا محتاج تذكرة إلى بيرن، فالموظف هيرد عليه يقول له إيه؟ سي ذهاب ولا ذهاب وعودة؟ ده الموظف هو اللي يقول له صح أيوة، إنما الموظف مش هيقول له كم تتكلف التذكرة، مش هيقول له إلى أين تسافر، ما هو قال له هنا إلى بيرن، مش هيقول له لماذا تسافر، أنت مال أهلك أسافر زي ليه أنا، أنت مالك. طيب تعالى كده اللي بعدها، رقم كام؟ التابلت يا جماعة شكله مش عاجبه الكلام أو مش عاجبه الأسئلة. إحنا دلوقتي رايحين للسؤال رقم كام؟ إيه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ هانت يا اولاد هانت، ايوه هانت، ايوه ايوه ايوه، امسك يا جدع. تمام رايحين للمجموعه الرابعه، دو بيست ام بانوف اوند شتيست ام شالتر، واقف على محطة، انت في محطة القطار واقف على الشباك، ماذا تقول؟ هقول بيتي اينفخ لو سمحت تذكرة ذهاب فقط، تمشي. هقول انا محتاج فلوك تيكت، غلط لان هو قال لي في محطة القطار. كونسيرت كارت، تذاكر مسرح حفلة، لا. اين اصل او احصل على تذاكر دخول؟ ازاي وانا واقف على الشباك اصلا؟ بعدين تذاكر دخول ايه ده، في محطة قطر. طيب رقم 2، شخص محتاج عيش وكايزر تقول له ايه؟ اكيد فيها مخبز، يبقى دي اذهب الى مخبز 300 متر شمال. 3، شخص بيسأل اين يوجد امبس مطعم تيكاوي، هقول له على رصيف 5 دي بيقف عليها القطر، هقول له المخرج هناك، لا ممكن اقول له ده اوبن فوق اطلع السلالم يا ما شاء الله عليها. رقم 4،
سفاي تا مال برو تاج مرتين في اليوم. ده سؤال كم المدة على طول تبقى فيه أفت. رقم خمسة، أم فار كارتن أوتومات أودر أم كيوسك، يا في مكنة التذاكر يا في الكشك. حد بيسأل على يشتري منين تذكرة، تبقى رقم سي، أين أشتري أحصل على تذكرة. ستة، تطمي لايد آسف أنا غريب، متى تقول ذلك؟ يبقى لما حد يكون بيسأل على طريق أو محتاج مساعدة. فهنا خدت رقم إيه اللي معناها شخص يبحث عن بنك، فأكيد هيسألك يقولك فين البنك، فتقوله آسف أنا مش من هنا. سبعة، مارتين يقول زوموس إيش أمستشتايجن، لازم أغير مواصلة كده. كم المدة اللي هاب إيش تسايد سوم أمستشتايجن، يعني هاخد وقت قد إيه؟ كم المدة ما ينفعش الإجابة عليها بأم؟ كم المدة ما ينفعش الإجابة عليها بفور؟ كم المدة بيقول له 10 دقايق تأخير؟ لا، يقول له تقريبا 25 دقيقة، ما سألوش على التأخير. طيب رقم 8، بيتر بيقول البوسطة لازم تكون إرجن ديفو في مكان ما، يعني هو بيقول هو أكيد هنا في بوسطة، معذرة أين البوسطة؟ فده معناه إن بيترا بتسأل، إن شخص بيسأل بيترا عن الطريق غلط، بيترا تعرف الطريق غلط، بيترا تريد أن تذهب إلى البوسطة صح، بيترا تكون في البوسطة غلطية رقم دي. تسعة، أوليفيا بتقول لساندرا أنا ومارتينا، أوليفيا بتقول لساندرا أنا ومارتينا رايحين النهاردة بالليل السينما، تيجي معنا؟ فساندرا قالت لهم لا ماليش مزاج أنا كنت في السينما. ده معنى إيه؟ ساندرا ذهبت إلى السينما، صح. ساندرا ليها مزاج تروح السينما، غلط، هي قالت كايني. ساندرا ما عندهاش وقت، ما جابتش سيرة الوقت. ساندرا عاوزة تذهب إلى السينما، لا مش عايزة لأنها كانت، فده معناه إنها ذهبت. عشرة، أخ تونج تحذير يا فراو مونيكا فاجنر، تعالي حضرتك إلى شباك 3 بتاع لوفت هانزا طيران، يوجد بريف خطاب لحضرتك. معناه إن الفراو موظفة في الشركة؟ لا، إن الفراو عندها جواب جشريبين كتبته؟ لا، إن الفراو يجب تذكرتها؟ لا، يوجد خطاب علشان الفراو في شباك 3؟ صح. يبقى رقم دي المجموعة الأخيرة رقم 5، بيتر بيقول تذهب أنت اليوم معي إلى السينما، فأنت قلت له حاجة، أنا كنت مبارح في السينما، فأنت قلت له إيه؟ إشهابي كايني لوست، ماليش مزاج أنا كنت في السينما. طب ليه ما قلوش دي؟ هذه فكرة جيدة، ما قلوش بقى أنا كنت، وبعدين هنا أنا جاي معاك، فما قلش أخ تعجب. تمام. رقم 2، القطر 15 دقيقة تأخير، يبقى حد سألك على فيريش بيتونج مدة التأخير. تعال بقى نشوف الموقف الطويل ده. فراو بتقول للرجل يا من، معذرة، أين أقرب محطة مترو؟ قال لها امشي على طول ثم شمال في ميدان لودفيش والمحطة هناك. فهمت ايه؟ ان الرجل يبحث عن المحطة، لا الست اللي بتبحث. ان الرجل يعرف الطريق نيشت، لا هو يعرف مش نيشت. ان الفراو بتوصف الطريق، لا دي بتسأل عن الطريق رقم دي، ان المحطة تقع في ميدان لودفيش، صح. 4، اختنج تحذير فراو سارة أنجي كومن اللي وصلت في البريتش إيرويز خطوط الطيران البريطانية من لندن، فيردي بيت مطلوبة إلى مكتب بص بقى يا ولاد، ده حاجة كده عملاقة للطلبة العملاقة. تحذير، تنبيه، سيدة سارة التي وصلت على خطوط البريتش إيرويز من لندن، فيردي بيت مطلوب من حضرتك تأتي إلى شباك التذاكر بتاع شركة اللوفت هانزا رقم 5. ده كده اكنك واقف في المطار سمعت خبر. ده معناه ان الفراو تعمل في الشركه؟ لا. ان الفراو هتسافر قريبا الى لندن؟ لا. ان الفراو اتت واصلت باللوفت هانزا؟ غلط. ان الفراو يجب ان تذهب الى شباكه الايوا رقم دي هي اللي صح. 5، فراو ماير بيتي
في في الفريش بيدنج ما مدة تأخير القطار بتاع هامبورج في أنجشتلت ده موظف قال لها حوالي 20 دقيقة. يبقى هامبورج تكون فارة سيل اتجاه السفر بتاع الفراو صح، لان هي بتقوله كم مدة تأخير القطر اللي رايح هامبورج، يبقى فارة سيل بتاعها هامبورج. طيب اللي بعدها رقم 6 جوتن مورجن ماين ضامن اونجهارن. سيداتي وسادتي، رحلة الطيران 723 بالألماني زيبن هوندا تتغاي اوندسفانسي، ناخ دوسلدورف إلى مدينة دوسلدورف، استنون حالا ثم اينشتايج برايت، برايت يعني جاهزة، اينشتايج للصعود في لينانك. شكرا. السيدات والسادة، طائرة رقم 723 المتجهة إلى دوسلدورف جاهزة للصعود. فدي عبارة عن إيه بقى اللي أنت سمعتها؟ محادثة تليفونية غلط، دور شيزاجي صح، بيان من الإذاعة الداخلية. طب أنساجي ده إعلان سواء في الراديو أو في الجريدة. طب أوس كونفيت معلومات، استعلام، لا مش استعلام، ده معلومة، بيان من الإذاعة الداخلية. 7 ديربي أمتر، الموظف بيقول قطار حضرتك عنده للأسف 20 دقيقة تأخير، ماذا تقول؟ تقول له ما فيش مشكلة أنا رايح البيت. إزاي يا عم؟ تقول له ما خنيشتس ولا يهمك، سأذهب إلى مطعم تيكاوي. أيوة دي تنفع. طب تقول له أوه مست، إيه القرف ده؟ الأوتوبيس؟ لا ما فيش أوتوبيس، ده قطر. تقول له زولانجي فارت إيش أوف ديم فلوجة سويج، طيران مطار. لا غلط. 8 من بيقول لي بأمتر، واحد بيقول للموظف بيتي متى يصل قطار دورتموند، فقال له اب فلوج غلط، اب فارت غلط، ان شلوس غلط، ان كونفيت موعد الوصول الساعة 12. 9 ده فورني امامك او في دير لينكن زايتي على الشمال، يبقى حد بيسأل بفو، فو يعني اين. اخر واحدة ليبي فارجستي حبايبي المسافرين، اعزائي المسافرين، حبايبي فيجن بسبب، فيجن بسبب جلايس اربايتن، أعمال في الرصيف، سيتأخر موعد سفر 15 دقيقة. أين تسمع ذلك؟ طالما في كلمة جلايس يبقى ده قطر، يبقى وطالما قطر يبقى بانهوف محطة القطار. على فكرة دي ولاد جت ثانوية عامة في الامتحان اللي قالوا عليه صعب، العيال اللي زي حالاتكم شطار، أول ما لقوا كلمة جلايس رصيف القطار، يبقى ما تنفعش مطار، ما ينفعش أتوبيس، ما ينفعش مكتب سفريات، إنما ينفع بانهوف محطة القطار. شكرا. خلصوا 50 سؤال بتوع المواقف، يا رب تكونوا جبتوا 50 من 50، وإن شاء الله هتتفرجوا على الفيديو، هتتفرجوا على الفيديو عشان ما فيش نموذج إجابة، ولو التجربة دي نفعت هنلغي نموذج الإجابة. أشوفكم على خير في الملزمة اللي بعدها. اوعى تنسى إن احنا بنقفل الألماني. سلام.